انتوا الاثنين تغنوها مع بعض بس كده في قلبي مكان. يا سلام. اغنيه محمد محسن اللي هتشاركوا في الاداء دلوقتي هبه مجدي. يلا يلا. في قلبي مكان ما كانش بيوصلوا انسان لانه امان، ما كانش بيدي حد امان، فتحت انا ليك دخلت انت وقفلت عليك، بقابلكك ولا قبلك ولا بعديك. في قلبي مكان ما كانش بيوصلوا انسان لانه امان، ما كانش بيدي حد امان، فتحت انا ليك دخلت انت وقفلت عليك، بقابلكك ولا قبلك ولا بعديك. بحس معاك حاجات مش حلوة إلا معاك، بطعم هواك جميلة وطلع من جواك، ترد الروح تنسي قلبي أي جروح، أنا ملكك وديني قلتها بوضوح. بحس معاك حاجات مش حلوة إلا معاك، بطعم هواك جميلة وطلع من جواك، ترد الروح تنسي قلبي أي جروح، أنا ملكك وديني قلتها بوضوح. هواك في ايه بعده يكفي، من بين الناس انا عشت معاك احساس، بعد ما جربته خلاص ما اقدرش اعيش. خليني معاك ده انا راحت قلبي معاك، هو عشت معاك احساس، بعد ما جربته خلاص ما اقدرش اعيش. انا لازم اقول لكم، لازم اقول لكم مفيش اي نوع من المبالغه في اللي انا هقوله ده، الاغنيه دي من احلى الاغاني العاطفيه اللي اتعملت في السنين اللي فاتوا على الاطلاق، يعني اغنيه كده عذبه وجميله، وطبعا هي حلوه لما انتوا غنيتوها مع بعض،
بس دي من أجمل الأغاني العاطفية اللي اتعملت على الإطلاق. ده شرف ليه. يعني لينا والله رأيك ده. أنا يعني بحبها جدا، وأنا عارفة أنه كمان من حب محمد هو غنى من التوناليتي بتاعة هبة عشان ربنا يكبر بخاطرك. التفاصيل دي انا بحبها قوي. طبعا غنى من الطبقه اللي تريحها هي، وبعد كده هو ظبط نفسه عليها. ده اساس يعني.